طريقة تحويل أي صورة إلى نص على وورد بدقة عالية وبدون برامج وبشكل مجاني. أهلا بكم على قناة إزاي الثقافية. في هذا الفيديو سنتعلم طريقة تحويل أي صورة مثل غلاف كتاب أو صورة تم التقاطها بالهاتف أو سكرين شوت لأي متصفح، تحويل ذلك إلى نص على برنامج وورد ويكون قابلا للتعديل. لنفترض مثلا أن هذا المقال أعجبني وأريد نسخة، لكن المشكلة أن إعدادات الموقع لا تسمح بالنسخ. نأخذ سكرين شوت للصفحة باستخدام أداة سكرين شوت ثم نحفظها على الحاسوب. بعد ذلك نفتح نافذة جديدة ومن هنا نفتح تطبيقات جوجل ونختار درايف. من أعلى يمين الشاشة نختار إنشاء ملف جديد ثم تحميل ملف ونقوم بتحميل الصورة. بعد تحميلها نضغط كليك يمين ونختار فتح باستخدام ثم نختار مستندات جوجل. الآن تفتح الصورة في ملف وورد ويمكننا إجراء التعديلات اللازمة ثم النسخ إلى ملف وورد جديد ثم حفظ الملف في المكان الذي نريده. لا تنسوا الاشتراك وتفعيل زر الجرس كي يصلكم كل جديد.